مأملانهما بكرتان لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد وبقيادة اللي عند علي بن راشد بن حمد بن غدير شواهين وكذلك ملهمة واللي عند العاصمة شعار العاصمة يضمر الواثق حمد بن راشد ولكن الله يا سمعة يا هي سمعة يا انطلاق يا اندفاع ما شاء الله هجن الشتاء والصيف تلقي النظرة الأخيرة بسن ثناياها على ميادين السباق هنا في الإمارات قبل الختاميات سمعة 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 سلام يا هجر العاصمة سلام يا هجر العاصمة سلام تهانينا نزفها على الهواء مباشرة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله مالك هجن العاصفة المركز الثاني بشاي المؤسسات في ميادين السباق من اكبر المؤسسات اللي ترعى الهجن تدعم الهجن تقدم ما لديها لاكرام الاصالة والتراث الله العاصمة الباحثة عن النقطة التالية على التوالي وشوط المهجنات ومشكورة الباحثة عن الناموس القادمة لذلك في ميدان المرموم مشكورة وأيضا مشكورة وأيضا شرايف الله هجر الرئاسة سلام يا هجر الرئاسة سلام يا هجر الرئاسة من أقوى الهجن من أكبر المؤسسات من أشهرها من أمهرها تعلن وجودها مشكورة لهجن الرئاسة تهانينا لهذه الهجنة العملاقة تهانينا لمن يقودها عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي تصل معلنة للفوز بينما المركز الثاني شرايف لهجن العاصمة اللي فيضمنها المركز الثاني مهدي مهدي بدأ الآن بدأ يرفع راية التهديد يا سلام مهدي لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي وهملول على المقدمة يا سلام على هذا الأداء الأداء المتميز الأداء الجميل في هذا المساء في هذه المشاركة الجميلة من هجن الرئاسة تابعنا أيضا في شوط المهجنات البكار ومشكورة تنتزع المركز الأول بشعار هجن الرئاسة وهنا هملول أيضا يضيف النقطة الثانية في هذا المساء لهجن الرئاسة تهانينا المؤسسة هجن الرئاسة على امتلاك الجودة من الهجن الذي تقدمها في كل مكان وفي كل مناسبة تهانينا لهجن الرئاسة تهانينا للمضمر حمدان بن عواض بالشيلة العامري مهدي في المركز الثاني لهجن العاصفة المركز تقدم السنيار تقدم مشاهدين الكرام في هذه الانطلاقة وهذا ناموس والسنيار هجن العاصفة لا زال مشاهدين الكرام بدون أي تعليمات ولا أي توجيهات يخطف المركز الأول ويخطف ناموس هذا الشوط ليضيف النقطة الثانية شعار هجن العاصفة 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 السنيار بيدك القرار بينما المركز الثاني مشكور لهجن الرئاسة بينما البازية تقدم من هجن العاصفة يأتي مشاهدين الكرام معززا مساندا للمركز الأول لناموس هذا الشوط حيث يتقدم ولكن السنيار هنا يقرر بأنه هو بطل هذا الشوط كابتن هذا الشوط قطبان هذا الشوط إنه السنيار لهجن العاصفة تهانينا والناموس على هذا الفوز والاستثمار مع السنيار هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني يأتي الباز لهجن العاصفة المركز الثالث ولهجن الرئاسة مشكور ما شاء
الله ما شاء الله بشاير خير يعني يعني تبشر هجن العاصفة بأداها بشكلها بتحدياتها وانطلاقتها أنها سوف ترضي الجماهير إن شاء الله جماهيرها ومحبيها في السباقات القادمة في هذا الانطلاق. لا زالت سرابة شوف باللاحج حرك 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 ما شاء الله هذه تحركت مشاهدينا متابعين الكرام اللي هي الشاهينية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن سيف بن لاحج ولكن سرابة خلاص هي صاحبة الشوط وهي صاحبة الناموس في هذا اليوم وفي يوم التميز المتميزين مشاهدي الأعزاء في هذا المساء يأتون المضمرين ويقدمون في أشواط التميز ذكرى جميلة ورائعة في هذا الانطلاق. تهانينا لهجن العاصفة على فوز سرابة بالمركز الأول تهانينا لحمد بن راهد بن مضير الشاهينية في المركز الثاني لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سيطرة في المركز الثالث. انطلاقة حمد بن راشد بن غدير والفايزة مع المركز السادس من الجانب الآخر لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم واللحظات الأخيرة التحديات المثيرة والواعية اللي انطلقت بالصدارة اللي انطلقت بالمقدمة والواعية واعية بالفعل في اللحظات الأخيرة انطلقت بالصدارة انطلقت بالمقدمة بدأ تباعد المسافة. تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والتهاني لواثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير ولحظات وصول الواعية إلى خط النهاية. تهانينا لهجن العاصفة بينما اللي وصلت مع المركز الثاني الضبي من هجن العاصفة المركز الثالث الفايزة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الرابع مسكته لسمو الشيخ حمدان. وصلت النوك يا سلام يا سلام الشي هذه اللي ما دعناها هذه ريماني هذه وصلت في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن المرب مكتوم المكتوم وجواهر كذلك واصلة. الله 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 يا هذا الشوط الله يا هذا الشوط عودة إلى مقدمة الشوط هاملولة لا زالت هاملولة لا زالت مشاهدينا متابعين الكرام يا سلام يا سلام هاملولة مشاهدي العزاء ولكن شوف التحرك شوف الشاهينية 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 مشكور يا حمدان يا ابن عوض يا ابن الكيلة يا العامري في الأمتار الأخير أشكرك يا أبو عوض. الشاهينية تهانينا لهجن الرياسة للمرة الثانية على فوز هاملولة بالمركز الأول هاملولة في المركز الثاني. تهانينا من هذه اللحظات الهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير من قدم هذه النوعية المتميزة بهذا الانفراد الجميل وجماهير حيوها يا جماهير العاصفة حيوها يا جماهير العاصفة مع هذا التألق في هذا المساء الجميل. تهانينا لهجن العاصفة على فوز جماهير بالمركز الأول قامت راس وانهت الشوط راس واستراحت المحارب ولحظات الوصول والاغتراب من خط النهاية. تهانينا من الأعماق لهجن العاصفة على فوز جماهير بالمركز الأول ولحظات وصولها إلى خط النهاية. تهانينا موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثاني. شوط
الشوط مكيف من هجن العاصفة ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول في سيطرة فعالة على زمام الأمور على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. مكيف من يسيطر على زمام الأمور، تهانينا تهانينا لهجن العاصفة على هذا الأداء المميز لمكيف على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تهانينا لسيد ثمتك حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مالك هجن العاصفة، تهانينا للواثق هنا حمد بن راشد بن حمد بن غدير. شكرا يا أبو زايد، شكرا يا أبو حمدان يا أبو راشد على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني نادر من هجن الرئاسة مع أحمد بن مطر بن مايد الهلالي. المركز شاهين، شاهين من أعلن الفوز، شاهين من أعلن الانتصار، أعلن التحدي، أعلن الإثارة، شاهين هنا أيضا تهانينا على هذا الأداء الجميل. ولكن يا أبو عمر أرى هملول قادم، دير بالك يا سلام، لكن هنا 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 هملول وهنا شاهين، لكن شاهين هو المسيطر خلاص، سيطر على الصدارة، سيطر على المقدمة، على المركز الأول. تهانينا تهانينا لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز المميز الجميل لشاهين. تهانينا أيضا لمطر بالسيف باللاحق الهايري على هذا الأداء المميز. شكرا يا أبو عمر. ولحظة وصول شاهين إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا. المركز الثاني وصل هنا ثمين من هجن العاصفة. أما المركز